مش نحكيو على ظاهرة فشل برشا في المجتمع بتاعنا اللي هي الانحطاط الأخلاقي. به شكون المسؤول على هذا وشكون يتحمل مسؤوليته وشنو الأسباب والمسببات نتاعها؟ به بسم الله الرحمن الرحيم. هي أزمة الأخلاق أزمة عالمية، أزمة عالمية ماهيش كان في تونس، العالم الكل يشهد أزمة نتاع أخلاق. باش نرجعوا لتونس خاطر احنا كنا ريماركابل، خاطر احنا دولة مسلمة لازم أخلاق، فهمت؟ المجتمع مرض، الإيكواسيون اللي نعرفوها احنا ولا اللي يقراوا هنا انه الانسان يتكلم بلسان مجتمعي، معناها الانسان كي يبدا المجتمع نتاعو متطور اوتوماتيكمون باش يكون متطور، الانسان كي يبدا المجتمع نتاعو متربي اوتوماتيكمون باش يكون متربي، هو سي اون بارتي. والنواة الاولى للمجتمع اللي هي العائله، اللي كومبوزون تاع العائله هما الافراد، معناها احنا الانسان ولا الفرد ولا المواطن التونسي هو المسؤول والمستفيد على الانحطاط او 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 الاخلاق، الجانب الاخلاقي الباهي. معناها كي نبداو احنا كي نحبوا نصلحوا ابارتير دو موا، ماني انا جزء من روحه يعني. نبدا مني انا من روح الروحي انا اللي شكون لابارتيان ديريكت اللي هو العائله، النواه الاولى للمجتمع. كي انا نصلح روحي ونحاول ناثر في العائله نتاعي في الجانب الايجابي اللي ولا عندي، كي صلحت روحي اوتوماتيكمون العائله باش تتغير، كي تتغير كل عائله المجتمع اوتوماتيكمون يتغير. وحاجه اخرى زيادة، كان قبل الجانب الديني والمعرفي ولا التربوي معناها نتاع السكولير كان يحد شوي من الانحطاط الاخلاقي. بعدنا على الدين وما عادش عندها قيمه كبيره برشا القرايه. هو مفهوم الانحطاط الاخلاقي اليوم معناتها ككلمه شامله، نحكيو على الانحطاط الاخلاقي بصفه عامه، نحكيو معناتها اليوم على الكلمه الخايبه تسمعها يعني في وسائل النقل، في المترو، في الكار، اليوم معناتها تشوف حاجات ينده لها جبين، تشوف حاجات تحشم معناتها باش تعودهم ولا حتى باش تحكيهم. اليوم تبدا انت ولدك ماش يقدروا حتى كي تسمعها راهي توجعك، فما تلوث بصري، فما تلوث سمعي. اخي انا كي نبدا عاتي بالظهر كي في مويان دو ترونسبور بيبليك ما في مترو، ونلقى زوج محليهم كيفكم انتوما كي يحكيوا في حاجه محليه، مو اوتوماتيكمون باش نعطي ودني نحط ودني انا نستنفع. كي نلقاكم تحكيوا في حاجه باهي نستنفع، وكي نلقاكم تحكيوا في حاجه خايبه زيد انا نجم ناخذها كتقليد، ناخذها بغير مسلمه من غير ما نخمم فيها، وتنجم انا زيد نوصلها لعائلتي. معناها لهنا شنو تولي الانسان يتاثر. اي مو اخويا الغالي زيد بوان صغيره، قبل الوالدين نتاعي انا وياك وخونا هذا وذاك كانوا ما همش قارين مي متربين، توا اخويا قارين مي ما همش متربين. بالله الام وعامله بلوت كيف مشات تطلع ولدها ولا بنتها؟ خي منين طلع المثليه وطلع شنو؟ من العباد هذوما، من الاقليه هذوما، خاطر المجتمع هذا لا بليبار نتاعو متواضع ومسلم. فما اقليه شاذه، فما لك الملحد، فما لك الجنسيات، ولا لك الحاجات الاخرى. مثلا واحد يبدا تونسي مسيحي راهو عنده الحق يعيش وهذه بلاد وراه، لكن ما تاثرش في العباد خاطر انت ما جبتش حاجه بيه، ما جبتليش انا الديسبلين الانضباط باش ناخذها من عندك مسلم، انت جبت لي مثليه مثلا اللي هي حاجه عاديه عند المسيحيه ولا عند فما ديانات اخرين عادي. خويا هذوما هما الاقليه هذوما اللي اثروا، يلزم المجتمع يكون عنده دي ليميت حاجات تاثر فيك اللي هي كانت تقبل شنيا دين ومن بعد التربيه. اقول لك والله يمشي ويرجع لاصله، ايه خاطر اصله مسلم، اصله طيب. نحن احنا نحاولوا نرجعوا، راهو والله العلي العظيم راهو الانسان هرب، راهو في تونس، راهي تونس هنا هذه بلادنا راهي اسمها وزاره التربيه والتعليم، راهي التربيه قبل التعليم، غير ما ملاحظوش احنا ديريكت نمشيو للتعليم وبعد ما حاجتنا بالتعليم. علاش؟ خاطر علاش؟ عطينا بالفلوس. التربيه الاسلاميه شنو؟ حاجات شكليه اكتب لي وصيفه طلع شنو؟ التربيه الاسلاميه راهو حفظ قران وتفسير ايات ومعاني القران باش ناخذوا احنا المعنى، خاطر اسمها التربيه الاسلاميه. تربيه اسلاميه وانا وانت تحكي لي على صفات نبي، ايش راح نعمل بيه؟ اعطيني اخلاق النبي. احنا الموضوع نتاعنا اليوم اخلاق، الاخلاق في تونس صحيح اللي فما مازلت فئه صغيره شويه برك في المجتمع مازلت محافظ، مازلت العباد المتربيه وبنات العائلات ولاد العائلات مازال مين الخايب كثر منيش كثر من خلي بركه. وفما حاجات دي بروفيرب، فما امثله شعبيه هبلتنا مو كيما نديدها وخلي بركه، هي من بعد كيفاش تشدها انت كيما نديدها؟ ولاد شكون هذوما؟ هذوما شكون؟ مو من المجتمع نتاعنا. نرجع اخوي للدين ونرجع للتربيه ونرجع للقرايه ونرجع من اعز الدول في شمال افريقيا كيما كنا.
مكان مناسب. الحتات الاخلاقي معناها داخل فيك المزيد الكشه والنطره والمعامله الخايبه حتى الكبار، ساعات تلقى في الشارع، في الشارع حتى معناها مراه كبيره ولا راجل كبير ما يقدروش معناها، ساعات تلقى اي ولا الكلمه الخايبه تسمعها بارتو في الشارع في الترونسبور في البليك في الدنيا الكل معناها. سامحني اختي كنا قبل نقدروا الكبير يعني معناتها كنشوفوا كبير متعدي ولا معناتها اي في اي بلاصه نسكتوا، حتى كنا نكوروا نولي ما عادش نكوروا، كنا نقولوا كلام زايد ما عادش نقولوا حتى كلمه، حتى الدخان نخبيوه. اليوم لا، اليوم تشوف معناتها طفل صغير يجي راجل كبير يقول له عم يعطيني نشعل معناتها كريمون. صحيح صحيح، هذا الكل يبدا من معناها يبدا من التربيه، تبدا من العائله معناها من المجتمع المصغر اللي هم العائله من بو والام وماماتك والكل، فهمت؟ توا البو والام ولاو ما عادش ينجموا، خاطر سيرتو مع الانترنت وكل واحد عنده تليفونه اكس السوشيال ميديا فيسبوك، معناها حتى البو والام ساعات ما تنجمش تلوم عليهم، ولده يبدا عنده تليفون ينجم يشوف كل شيء، ينجم يحكي، فهمت؟ تعلم الفساد من الصغر. مش لهيتهم طوى البو لهم، فما تصورش كان بو وام ماهمش قادرين معناها ماهمش يحبوا يعني معناها يدلوا مجهودهم باش يربي ولدهم احسن تربيه، فهمت؟ اما الله غالب توا الصغار ما عادش تشدهم، فهمت؟ احسن حل انه ماذا بهم الاولياء يصاب معناها يصاحبوهم اولادهم، فهمت؟ يعتبروهم عباره صديق باش ينجم يقرب له يحكي له، خاطر توا اي كل جيل يتبدل. تو قبل ما كانش فما فيسبوك كيف في عصر ماماتي، كانش فما سوشيال ميديا انستغرام فيسبوك، فهمت؟ زيد عليه تو المكتب زاد كيف تو الليسيات، وواحد تو انا اختي تقرا في الليسي، تمشي الليسي شنو تلقى؟ تلقى جماعة الليسي حتى سويع كروز يطردوهم، ما عادش عندهم كل الحاجات لهيهم، فهمت؟ ولا انتوا راجل معناتها المحيط نتاع المعاد كما نعرف الناس الكل معناتها محيط مش نظيف، شفنا فيه برشا حاجات، وصلنا شفنا فيه حتى المخدرات اصلا. اي هو كي يبدا هو مراهق ما تنجمش تلوم عليه، راه يبدا هكا فما تغيرات فيزيولوجيه وهرمونيات وداخل بعض يبدا هكا مازال صغير، صحيت معناها ماهمش لاقين. كان جاو متصور انا كان جاو اولاد في يقراو في الليسي يعملوا لهم مثلا نشاط هكايا نتاع فوت ولا حاجه يتغرموا، يحبوا ما يحبوا المراهقين يحبوا معناها، فهمت؟ ما نتصورش كان معناها باش يعملوا انشطه هكاكا ما باش يمشيوا يهملوا يعديوك سويع نتاع ما يقراوش في الليسي يعديوهم البرا يتهملوا، ما نتصورش معناها. انت مثلا ما شاء الله عليك وان شاء الله معناتها نهار اخر باش تقوم بدورك مع صغارك معناتها باش تعمل رقابه عليهم، باش تكونترولي تليفون باش تجي تشوفوا معناتها الستوريك شنو شاف ولا باش تخليها هكاكا عندي فيه ثقه وكهرباء. انا الحق باش نعمل كيما بابا وامي، خاصة امي واصحاب ريت نصدقني معناها قد ما معناها تصوحبوا الصغير وخاصة فترة المراهقة، خاطر تعدد المراهقة نعرف معناها كي يبدا هكا انسان معناها يحب المراهق يحب يجذب الانتباه ويحب يجرب ويحب يتبع، صحيت يحب يتبع الصغار يحب يتبع عنداد وكل شيء، دونك ماذا بهم لو ريت قد ما تكبس على الصغير هذا ولد الكبت معناها، انت كي تكبس عليه يولي اي حاجه راهي ماهيش معناها ممنوعه، اي حاجه ممنوعه راهي مرغوبه، كل شيء ممنوع مرغوب صحيح. معناها انت كيف تجيب بوك ولا امك باش يشدك يضربك وباش يقول لك ليه ما تعملش وهذا غلط وهذا غلط، مش هكاك يربيو الصغار، فهمت؟ انا امي صاحبتي نحكي لها كل شيء، تقول لك تنصحك تقول لك راهو تعمل هذه راهو انت راهو انت معناها مراه كبيره راهو انت مسؤوله راهو باش تصير لك هكا وهكا، فهمت؟ معناها هكايا انا راه هكايا. اي انت كي تعطيه انت لفت لي انت تعطيه معناها العواقب نتاع الفعل نتاعو ديجا هو باش يفهم ولدك. صارك من موقف كيف في ترونسبور بيبليك نتاعنا كار ولا مترو ولا حتى في الطريق العام كي تسمع شكون يتفاهم بكلام خايب ولا صار في موقف خايب قدامك صارت مره كي؟ صار اي برشا صار في الكار، انا ناخذ كار ما دونك صار، اما انا نحشم ما نجمش نجاوب، او كساعات تلقى رجال كبار يعاركوا ساعات يقولوا معناها ما تحكيوش هكاك عيب ما يجيش وكل، اما انا نخاف ما نجاوبش ما عنديش هذي فاست ما نحكيش معاهم، خاطر ظاهر فما بصراحه فما صغار تحس ما فماش ليه ما تنجمش تعالجوا سي بون مشى فيه الشيء، فما البراكاجيت تلقاه عمره 5 سنين ويبدا هكا يلعب ويمشي ويجري في وسط المترو ويتكيف وينطر والله برسمي في سيد ياسر ضحية والديه وضحية التليفون، شباب ما عنده حتى ذنب، شباب مخ نظيف، انا قاعده خالتك الولايات وكل مشيت اعز وحدين الشباب، لكن ثم شباب ضحية والديه ما ربوهوش بالاخلاق ما ربوهوش بالتربيه ويرخوه للتلف زي يشبح في الفساد، يا خويا الشباب يشبح في الفساد المغريات في الشارع في التليفون، امه وباباه هي حتى امه تتكيف، باباه يشرب في الشراب قدامه، يا اخي كيفاش تحب يطلع مسكين، هو شباب ضحيه، باقي الشباب مخ نظيف وبرجل تونس كان الشباب، وتحيه للشباب.
انت قلت لي رميت المسؤوليه، قلت لي على التليفون والوالدين. الام هي مدرسه الحياه. ام هيش ام مدرسه البيت هي الام. اذا كان هي امها رباتها بالاحترام يطلع محترم، كان امها محترمه يطلع محترم. والذنب يترك باباها، خاطر ما خذلاش امها صالحه، خذلها امها كلوشارة. الشباب ما بي حد شيء، شباب نظيف والشباب ضحيه. ضحيه طفل كيفي؟ باب عليوه نلقى راجل يشرب في الشراب قدام ولده، ولده 5 سنين شرده. قلت له ولدك ليلة جمع بناته كل وردات، امه يعذر في امه يقولها قدام بناته. قلت له بناته كيفاش بيبيع عليوه؟ هذا شيء يهبل.